أكيد سمر، نهاية فقراتنا لليوم رح تكون من عالم الجمال يلي كل السيدات بيسعوا طبعا، وكل الأشخاص على حد سواء إذا بدنا ما نخصص، لناحية جمالية جدا مميزة في مجال الهندسة المعمارية. رح نحكي عن طباعة ثلاثية الأبعاد، شو هي هذا المفهوم يلي كثير من الأشخاص يمكن حتى ما بيعرفوه، حتى بدنا نعرف هل هي تكلفتها عالية أو لا، كيف يستفيدوا منها. كل هاي التفاصيل رح تكون مع عامر البزنة، هو المهندس المعماري اللي اعتدنا طبعا انه يعطينا افكار حلوه وجديده وما تكلف كثير. كيفك عامر؟ تمام الحمد لله. عليك يا رب. عليكم يا رب. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. في البدايه خلينا نتعرف اكثر على الطباعه ثلاثيه الابعاد وشو تاثيرها كمان بمجال هندسه العماره، كيف فاتت بهالمجال؟ تماما. هلا بدايه كلها نعرف الطباعه المعتاده او النمط المعتاد من الطباعه هو اني انا اطبع ورق او اطبع صور حتى اتداولها بشكل يومي بحياتي اليوميه. بحلول تقريبا الثمانينات من القرن الماضي احد المخترعين حبوا انه يشوف مبدا الطباعه الليزريه او الطباعه النفاثه بالليزر، فمشان تسرع عمليه الطباعه عن الالات القديمه. فلما اخترع هالطابعه لقى انه انا عندي امكانيه استبدل الحبر بمواد، فانا عم ببني، صرت بدل ما اعمل لوحات 2D او ببعدين فقط يعني اكس وواي، عم بقدر انا بكون بعد ثالث اللي هو الارتفاع اللي لشوف انا مجسم 3D. بمعنى اخر انا لما عم بطبع انا ما عاد شوف المجرد ورقه او سطح، لا عم شوف انا مجسم كامل متكامل. هلا الطباعه فعليا لما بلشت الطباعه الثلاثيه الابعاد هي تقريبا بحلول تسعينات القرن الماضي، صارت متوفره بشكل معتاد مع العالم، يعني لعامه الناس صارت متوفره بالمنازل بالشركات بالمصانع. ببدايه القرن ال 21 دخلت الطابعه ثلاثيه الابعاد حتى للوطن العربي بشكل عام، وكانت دوله الامارات هي من الدول الرائده بهذا الموضوع، وكانت فتحت فرع خاص او مثل مؤسسه خاصه بمبدا الطباعه ثلاثيه الابعاد، وكانت هون كانت الضربه بالنسبه للهندسه المعماريه. فكونت بإمارة دبي أول مدينة أو أول خلينا نقول مدينة مصغرة مطبوعة من البيوت، بيوتها كلها مطبوعة بمبدأ طباعة ثلاثية الأبعاد. طبعاً عم نحكي على طابعات ضخمة كثير، هلا هي قيد التطوير، لساتها غير قابلة للاستخدام حالياً. هي